محمد بولي يؤكد سعي الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ويشدد على إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين. مسقط تختتم فعاليات المؤتمر العالمي للنقل الطرقي بتوقيع اتفاق يرسم مستقبل التجارة واللوجستيات. واشنطن تؤكد أن تزويد بولندا بالغاز الأمريكي يخفف اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية. نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من النيل الإخبارية، مرحبا بكم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان سعي الدولة من خلال كافة مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما شدد مدبولي على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة والتوسع في إقامة المزيد من المشروعات. يأتي هذا في حين اعتمد مجلس الوزراء عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والتي تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة لتحكيم المنازعات الدولية بوزارة العدل، من بينها النزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة عمر أفندي وعدد من المنازعات الأخرى. افتتح وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح يرافقهما بورمان رحمن الملحق التجاري بسفارة الإندونيسية في القاهرة اليوم أحد المصانع الخاصة لإنتاج التمور بالسيوة والذي يقع على مساحة 12 فدانا. جاء ذلك على هامش المهرجان الدولي الرابع للتمور بالسيوة والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي في إطار تشجيع صناعة التمور. فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان التمور تستمر فعالياتها في اليوم الثاني، حيث تم تنظيم عدة ندوات تستهدف تعزيز دور قطاع التمور في خدمة الاقتصاد القومي، فضلا عن بحث أفضل السبل استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. والمعرض ده فيه أكتر من 146 عارض، وأيضا في شركات بتقدم خدمات لقطاع التمور، وفي أيضا منتدى علمي وفني، وده المنتدى ده النهاردة الندوة العلمية بنقدم أحدث تكنولوجيات وتقنيات وأبحاث في مجال ابتكارات في مجال قطاع التمور، ازاي الناس تستفيد بيها وممكن يتبادلوا الخبرات دي من خلال ندوة الندوة الفنية. احنا اصلا شركة تصدير بنتوجه على طول الأسواق العالمية. التمور حققت طفرة كبيرة قوي، التصدير الحمد لله زاد شوية، المهرجان بيناجح السنة دي زي السنة اللي فاتت واللي قبلها، ساهم معانا في حاجات كتير قوي. المنتدى يحظى هذا العام بمشاركة إماراتية واسعة لعرض منتجات التمور الإماراتية وتبادل الخبرات مع الجانب المصري. كانت تمور جمهورية مصر العربية لا تتعدى 300 دولار في السوق العالمية، 300 دولار للطن، أما الآن الحمد لله فوصلت 800 و900 دولار للطن، وهدفنا إن شاء الله كلجنة منظمة وجائزة خليفة أن هذا المبلغ يفوق التريش هول الفاليو نتاع 1000 دولار للطن وتصبح جمهورية مصر العربية من الدول الراقية في إنتاج وتصدير التمور. هدف من إنشاء جمعية أصدقاء النخل بدولة الإمارات العربية المتحدة هي عبارة عن تشجيع الأخوة المزارعين بزراعة النخيل وإدخال ما هو جديد على النخيل وإدخال الأصناف الجيدة التي تنجح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الاستعانة بما هو جديد في ما هو موجود في المعرض. ويشارك في المهرجان أكثر من 140 عارضا وأكثر من 70 مستوردا. تبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي ومصدر التمور يعزز من إنتاجية تلك الزراعة، خاصة وأن تمور الواحة الأجود عالميا وأصنافها متفردة. من واحة سيوة أشرف مبارك، النيل. وينضم إلينا عبر الهاتف من سيوة مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية هل لك أن تنقل لنا الصورة لديك وصف لنا أيضا هذا المهرجان في دورته الرابعة؟ هل تسمعني أشرف؟ أشرف، هل لك أن تنقل لنا الصورة لديك وأيضا صف لنا هذا المهرجان، المهرجان الدولي للتمور في دورته الرابعة؟ أشرف،
أشكرك شكرا جزيلا مراسل إليل أشرف مبارك. ننتقل إلى موريس أوبسفيلد وهو كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي والذي قال إن مصر لديها من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات القادمة شريطة استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية. أوضح أوبسفيلد أن مصر لديها القدرة لتحقيق معدلات نمو أكبر مما تحققه الآن، لكن عليها تحسين مناخ الأعمال وتوفير القوانين اللازمة لتسهيل ذلك ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بحث محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع كيو شانكينغ المدير الإقليمي لبنك التنمية الصيني توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر. جاء ذلك على هامش مشاركته على رأس وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في معرض الصين الدولي للواردات بشانغهاي. يعد البنك الصيني من أهم المؤسسات الحكومية الصينية ويختص بتمويل الشركات الصينية الكبرى للاستثمار. وإلى مؤشرات البورصة المصرية والتي ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأفراد المصريين. ارتفع رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بقيمة 25.9 مليار جنيه ليصل إلى 776.8 مليار جنيه. ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 4%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.1%. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس وهي خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان، بعد التحية، ما تقييمك لأداء البورصة خلال الأسبوع الماضي؟ مساء الخير يا استاذه شيرين. زي ما حضرتك ذكرت في التقرير كان في ارتفاع لكافه المؤشرات. المؤشر رئيس البورصه عمل ارتفاع اكثر من 4%، هو وصل لغايه 13700 نقطه وعرض ان هو يرتفع اكثر من كده مع الارتفاع في احجام وقائم التداول. راس المال السوق قصد اكثر من 25 مليار جنيه، وده دليل على ان البورصه ابتدت تتعافى مره اخرى بعد نزول مؤشرها الى مستويات متدنيه ونزول الاسعار الى اسعار متدنيه. ابتدت الاساليب الاستثمار الاجنبيه والعربيه تكون مراكز شرائية جيدة، وبرضه المحلية ابتدت ان هي تشتري في بعض الاسهم في المؤشر 70 وتكون مراكز شرائية جيدة، وده اللي ادى الى ارتفاع المؤشرات يعني انتهاء الاسبوع على ارتفاعات ومكاسب راس مالية. متوقعين في الاسبوع القادم ان شاء الله يكون في مزيد من الارتفاعات مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي ومدعوم باخبار اقتصادية وتتعلق بالفوائد المالية لبعض الشركات محققة مكاسب جيدة وعاملة تراجع في الخسائر، وما يتعلق ب تعاونات ما بين مصر ودول محيطة بها سواء عربية أو أجنبية أو إفريقية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. اختتمت في العاصمة العمانية مسقط فعاليات المؤتمر العالمي للنقل الطرقي بتوقيع اتفاق مسقط الذي يرسم خارطة الطريق لمستقبل النقل الطرقي والتنقل والتجارة واللوجستيات. يتضمن الاتفاق إطار عمل يحدد مبادئ وسبل مد جسور التعاون المشترك بين قادة ورواد النقل الطرقي حول العالم. هنا في العاصمة العمانية اتفق قادة العالم في مجال نقل الطرق على وضع خارطة طريق لمستقبل النمو في هذا القطاع الذي يواجه تغييرات تكنولوجية سريعة ومسرحا جيوسياسيا متحولا. 25 دولة اتفقت على خارطة طريق تمهد للتعاون في هذا المجال فيما عرف باتفاق مسقط. أهم ما في اتفاق مسقط هو أنه يجمع الحكومات مع قطاع الأعمال، وسنتحدث فعليا بنفس اللغة وستكون لدينا نفس الأهداف، وسواء كانت هذه الأهداف اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية فسنحقق الهدف بالعمل معا. الحوار دار حول كيفية استفادة القطاع الذي يتعامل مع أشياء مثل الشحن الدولي ووسائل المواصلات العامة من المعلومات وأحدث التقنيات. في المناطق التي تتواجد بها وسائل مواصلات جديدة تشير الأرقام إلى أن الناس في الأسواق الناشئة يقضون في المتوسط 6 سنوات من أعمارهم في التنقل سواء للعمل أو لأسباب شخصية، وهنا تكمن الفرصة. وأتوقع خلال 10 سنوات أن تكون مشروعات الهايبرلوب متواجدة في الأسواق الناشئة. ويركز اتفاق مسقط على 4 أركان أساسية ألا وهي الموهبة والتجارة والبيئة والابتكار
ويهدف في المقام الأول إلى حث جميع الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات مشتركة مبنية على التفاهم والتعاون، فضلا عن تعزيز مستوى الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. أشاد وزير الطاقة الأمريكي ريك باري باتفاق مدته 24 عاما أبرمته الشركة الأمريكية لتزويد بولندا بالغاز الطبيعي المسال، معتبرا أنه يرسل إشارة إلى أوروبا بشأن ضمان أمن الطاقة وتخفيف اعتمادها على الإمدادات الروسية. قالت شركة النفط البولندية إنها أبرمت صفقة لمدة 24 عاما للحصول على 40.95 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من شركة أمريكية. ومن المقرر أن تبدأ الشركة الأمريكية بتنفيذ العقد في عام 2019، أي قبل 3 سنوات من انتهاء تعاقد وارسو الحالي مع غاز بروم الروسية، للحصول على 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. أقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين وزير المال كيم دونغ يون وكبير مسؤولي السياسة الاقتصادية في الرئاسة جانغ هانغ سونغ، وتواجه كوريا الجنوبية الساحة المرتبة 11 بين اقتصادات العالم، مخاطر تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع في معدل البطالة وتفاوت في الدخل بين مواطنيها. وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية المفصلة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. مدبولي يؤكد سعي الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ويشدد على إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين. مسقط تختتم فعاليات المؤتمر العالمي للنقل الطرقي بتوقيع اتفاق يرسم مستقبل التجارة واللوجستيات. واشنطن تؤكد أن تزويد بولندا بالغاز الأمريكي يخفف اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية. أشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.